أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. میں بغیر تاخیر کے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے جلسے کے آغاز کے لیے قرات کلام پاک کے لیے مدعو کرتی ہوں شعبہ حفظ کے طالب علم عبداللہ بن محمد یوسف کو، یہ آئیں اور قرات کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد
في لوح محفوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله في علمك.